هنا بغيت نوري اصدقاء ديال الفيسبوك نكشف لكم الخروقات القانونيه اللي تعرضت ليها من طرف النيابه العامه هنا في مسكن اسو من طرف القضاء بخصوص الجواب اللي كيقولوا هما بان راه حنا جاوبناه كيقول وزاره العدل كيقول لك راه جاوبوا ها وغنوريكم الخروقات القانونيه تقرب ليا هنا بالنسبه لهاد الشكايه عدد 1613 على 11 تبع معايا هنا صبي 1613 احيلت على السيد وكيل الملك لدى ابتدائي الاسفي للاختصاص بتاريخ 17/10/2011 هذه الشكايه عدد هذا راه محضر ماشي شكايه وانا نوريكم دابا هنا البياج هذا البياج الجواب على الشكايه قال لك 839 ياك بالتاريخ ديال 14/12/2011 وفي جواب اخر ها هو سلمته اسفي 17 ابريل 2012 عدد 550 على 12 نون واو اش كيقولوا بان الشكايه ها هي الشكايه عدد 29/11 انجز بشانها محضر عدد 1613 محضر او انجز بشانها محضر 1613 قال لكم حلوه الابتدائيه للاختصاص ضد المسمى حنزاز الحسن ومن معاه قال لك احيل على السيد وكيل الملك ابتدائي الاسوي الاختصاص بتاريخ 17/11 تحت عدد 1613/11 ميم وسجل لديه تحت عدد 4176/11 ميم تقرر بشانها الحفظ للطابع المدني للنزاع بتاريخ 3 فبراير 2012 في الوقت هي عندها طابع جنائي هي غنكشفها لكم دابا عفوا هي غنكشفها لكم باش تعرفوا واش نيت عندها طابع جنائي ولا لا ها هي شكايه الموضوع تتعلق بتهشيم اسناني الاماميه وتعريض لمحاوله قتل العمدي مع سبق اصرار بالترصد واستعمال سيارة الجماعي تلفيت جريمة وتورط شهود الزور بزور محاضر الشرطة القضائية ضد العصابة الإجرامية البرلماني مسمى حنزاز حسين ومن معاه والعصابة الإجرامية البرلماني مسمى دندون ومدراحم ومن معاه هاو ميل بجنحي استئنافي عدد 10253 جلسة جوج 2011 ميل بجنحي استئنافي عدد 2252 جلسة جوج 2011 هنا هاو في الحالة هما الوكيل العام اختصاص كل حالة حالها الاستاذ معين اللي كلفوا دابا الوكيل العام بالشكايه تحالت عليه من طرف محكمه النقد الاختصاص باش يبت فيها ها وتبعوا معايا باش نوريكم التلاعبات ديال النيابه العامه كيفاش من نائب النائب ومن وكيل الوكيل اربعه الوكلاء دابا اللي دوز هذا هو الرابع في الوكلاء العامي ها وعاد اربعه الولاد ديال الامن وثلاثه الولاد ديال العماله ها واربعه الوزراء وزاره العدل باش تعرفوا هاد الصيره وثلاثه الحكومات ودير الحكومه الرابعه باش تعرفوا هاد الصيره كيفاش هو مسكنيني في المحاكم مستعملين القضاء ها للانتقام مني سياسيا زدت كمل ليكم هاد الشكايه من الحلوه الابتدائيه داروا لها واحد المحضر ها هو 1613 حلوه الاستئناف كيقولوا بان مشرد رفض من درت لها شريط علي عواد باش يديروا التحري دوك كيديروا الصوابق اللي ملبسيني انا والمسائل اللي بان متشرع وبان حماق والى اخره انا غادي نكشف لكم بان قد الناس تواطؤوا لي في هذا الحكم هو كيصدر كيقول لك اعطوني البراءه ضد هذاك عبد الرزاق اللي ضرب لي السنان ديالي في ذاك الميل ديال 252 انا هنا التصريح قال لك محضر اقوال مسمد محمد داشد مصرح ما وقعش في التوقيع هذه السيرتيفيكا ها هي صورها لهم ديال اللي كتاكد بان تعرضت لاكريسيون ديال جوج سنان تحيدو جوج سنان اخرين راه حيدتهم هي اربع سنان هنا هاي بالتاريخ في جوج 2009 هذه شهاده طبيه ديال لاكريسيون اللي تعرضت لها ضد الطبيب الكرياني عفوا لا هذه ديال عبد الرزاق هذا اللي ضربني براس عطوه 18 يوم ها وانا اللي حيدوا لي اربع سنان عطوني 20 يوم هنا هذا الحكم ديال الملف اللي ضد العصابه الاجراميه ديال الدندون باسم جاسم تبقى للقانون هانتوما كتشوفوا هنا شنو كيقول دايرين باني متهم اسمح لي المتهم عليه بالضرب بالعصاق ومكاتب المستشفى ها والذي يستفاد منه ان المسمى الطبيب كان نقل الى المستشفى اثر اعتداء المتهم عليه بالضرب بالعصا ومكاتب المستشفى
أثناءه استمع إلى المتمم هيدين صرح أنه يتواجد بباب منزل رئيس مجلس بلدي الأسفي مساء 26/2009 ينتظر هذا الأخير لطلب المساعدة منه إذا الضحية حضر إلى المكان واستفسره المصرح عن سبب منعه من الدخول للملعب فرد عليه بالسب ونعته بإبل العاهرة ثم طارده ولحق به فضربه بعصا في أنحاء جسمه. يعني الضابطة عاينت آثار العنف على المتهم وأضاف أنه تمكن من نزع العصا من المعتدى عليه بعد أن أضحيه بالرأس فسقطت ثم أخذ العصا فوجه إلى ضربات وضربات إلى مختلف جسمه حيث أصيب بجروح في الرأس وترقى ساقطا بين المكان. توجه هو إلى مقر الوقاية المدنية حامل العصا وأخبر عناصر بما وقع وبناء على متابعة المتهم بالتهمة مشار إلى آلة وحل المحكمة الابتدائية الحاكم أمامها في المرحلة الاستئنافية. عرضت القضية أمام هذه الغرفة في عدة جلسات آخرها جلسة 7/12/11 حضر المتهم ركزو الذي أشعر بالتهمة فأنكرها وأكدت النيابة عن ملتمى استأييد الحكم الابتدائي وتقرر حجز الميز وطبقا للمداولة وحيث أن المحكمة مراعاة لظروف المتهم الاجتماعي وعدم ثبوت سوابقه ارتأت متابعته بظروف التخفيف وجعل العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ في حقه. ها هو هنا كتلقاو الرئيس أحمد أبجيك هنا حضور السيد فضول معين ديال النيابة العامة وهنا شوفوا دايرني متهم وأنا غنكشف لكم هنا التلاعبات اللي تعرضت لها من طرف النيابة العامة ومن طرف الضابطة القضائية. يعني متهم وديريني انا اللي ضربته بالعصا في الوقت اللي هو ضربني ضربني ست ضربات السبع جبريه فوق راسي قلعتها لي من فوق راسي عصا قلعتها له وبديت كنضرب فيها كلشي رغم ذلك قعدت ترجت لي لومبيرونس. هنا ملي جاو البوليس نكروا حيدوا السياره ديال الجماعه وفي الليل ما خصوش حق عزه شكون اللي عطى طوبيل سياره الجماعه والسؤال هو الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه الجبالي وفيها الشراب لانه كان عاد عثمان اللي كيبيع الشراب في البيتري وهكا صرح لي بها وراه هذا عثمان سدوا لي توا دابا المحل لان المسائل اللي عندها علاقه بغيبي لان غيبي هو اللي كيسرع على الترويج المخدر تجاره الخمر ونقول لي باسم اولمبيك اسبي الرخصه عن طريق اولمبيك اسبي باش نوريكم اللعبه كيفاش ملعوبه. وجا بالعصار جو البوليس وعينوا الضرب ديالي وفاش مشي باش غندير انا فاش خصهم يعطوني انا سيرتيفيكا يدوني يديروا لي شهاده طبيه يدوني لومبيلونس اشنو داروا لي منعوني من السبيطار ومنعوني من الشهاده الطبيه عفوا اذا سمحتي لي واحد الدقيقه نشوف ها هي ها هي كيديروا مني خرجت من صراح موقات الشهر ديال الحبس دوزت قال لي القاضي تحقيق خصك تجيب لي شهاده طبيه يمشي تجتها لي وديري الاعتداء ديالو ولكن ما عاطينيش مده العجز ما عاطينيش مده العجز على اساس ان الشرطه ما خلاتنيش باش نتعالج في المستشفى وحرموني من العلاج رغم الملف الطبي اللي عندي. انتم كتشوفوا في الملف المرحله الاستئنافيه قرب ليا كندير طلب يرمي الى ضمن الملفين الملف 52 والملف 53 لي واحد ديال سناني وواحد ديال الطيب الكارياري يعني الضم ها واحد شويه درت مذكره احتجاجيه ترمي الى استدعاء المطور قصد المواجهه هذه ضد عصابه ديال حمزات الثاني مذكره ترمي الى استدعاء المطور قصد المواجهه العصابه الاجراميه ديال دمدون. جاوبني السيد الرئيس كيقول بان أخبركم بعد الإطلاع الميف جنحي عادي عادي تبقى خارج جلسات كذا ويوجهنا يمشي عادي إذا كانت لدى دفوعات أو ملاحظة يمكن تقديمها أمام الهيئة. يعني قال لك أنه تم تأخير الجلسة 13 لاستدعاء المشتاكل يعني دايرين هو المشتاكل ها المشتاكل تاع الأخرى هو المشتاكل وما واجهونيش درت هنا مذكرة تعقيبية على جواب الرئيس. من بعدها درت طلب يرمي إلى إخراج دخلوا الملفين المداولة درت طلب إخراج الملفين من المداولة المحاضر ما وقعتش عليها وما واجهونيش مع الناس وحكموا داك الشيء غيابيا بدون ما نتواجه لا في المرحله الابتدائيه ولا في المرحله الثانويه وكيديروا بالحكم بانه حضوري وانتم في المرحله الثانويه درت جميع الشروط وجميع المسائل القانونيه باش يحضروا الناس تواجهوا معايا فالرئيس قال لي ودي راه جيت متاخر باش يجي وما واجهونيش باش تعرفوا الاستهداف ديالي ونوعيه الاستهداف
كيفاش تعرضت لهم لا من طرف الضابطه القضائيه وكلشي الضباط اللي داروا المحاضر كلشي ترقاو وكلشي تغناو هاد الحنزازون كلهم تغناو وما عرفتش انا هاد الناس اللي محرضينهم عليا باش يقتلوني علاش ملي جيت كنكتشف اخر المطاف كنلقى بان الطيب الكريم تورط في الميل ديال التعاون المغربي الصغير هنا غندوز معاكم ديالي وغنفسر لكم شنو كاين.